بسم الله الرحمن الرحيم. كورونا والنوم والأحلام، حلقات استثنائية حصرية تبين العلاقة بين كورونا الذي هجم على الناس في الكرة الأرضية وما يتعلق بالنوم وما يتعلق بالأحلام. دراسات متعددة عند الغربيين على وجه الخصوص نشأت لدراسة أحوال الناس في تلك الجوانب وفي جوانب أخرى، لأن الآن بالنسبة لفيروس كورونا أثر على حياة الناس كلها، يعني على الحالة الاقتصادية، على الحالة الاجتماعية، على الحالة النفسية، على الحالة المادية، على جميع أحوال حياة الناس. ومن ضمن ما أثر عليه ما يتعلق بالنوم والأحلام. ولذلك من مهارة الغربيين في الجوانب العلمية أن كل متخصص ينشط في جانبه لدراسة تأثير الظواهر الحديثة على تخصصه. يعني النفساني يبدأ يدرس نفسية الناس وتأثرها بكورونا، العالم الاجتماع يعمل دراسة على المجتمعات وما يقع عليها من تغييرات بسبب كورونا، كذلك نفس الشيء المتخصصون في النوم، وهم عندهم يعني هيئات وأناس متخصصون في النوم وفي الأحلام، وده من ضمن الاهتمام بالإنسان، لأن هذه الأشياء تؤثر تأثيرا كبيرا على الإنسان. قديما في العصور الوسطى كان من دلائل تقدم الأمم معاملة المريض النفسي، يعني كان يستدل على تقدم المسلمين في الطب وفي الحضارة أن تعاملهم مع المريض النفسي كان تعاملا صحيحا، ويعني يتعامل مع المرض النفسي على أنه إيه؟ على أنه مرض يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى معاملة خاصة ويحتاج إلى جلسات مع المريض، بخلاف ما كان في أوروبا في التعامل مع المريض النفسي أو من أصيب بالجنون أو غيرها من تلك الأمراض، كان يربط وبالسلاسل ويحبس وربما يضرب، يعني على أساس أنه عنده شيطان متلبس به، فكان ده من دلائل التأخر. في عصرنا الحديث يدل على تقدم البحوث وتقدم العناية بالإنسان، العناية بما يتعلق بنومه وما يتعلق بأحلامه، لأنه هذه الأمور تؤثر على الإنسان. حتى الحلم يراه الإنسان يبقى في يومه متعكرا، يؤثر على تصرفاته وأحواله الاجتماعية بغض النظر عن نوع ما يرى، وده شيء مشاهد في أحوالنا. كذلك بالنسبة للنوم، عندما يتأثر نوم الإنسان ده يؤثر على صحته ويؤثر على تفكيره ويؤثر على قدراته الذهنية ويؤثر أيضا على قدراته الصحية وعلى مناعته، وده الموضوع اللي له تعلق كبير بموضوع كورونا، لأنه موضوع كورونا كما هو معلوم وتقريبا على الاختلافات الموجودة عند الأطباء في تفاصيل موضوع فيروس كورونا، إلا أن الاتفاق على أن المقاوم الأساسي بعد عون الله سبحانه وتعالى عند الإنسان هو المناعة. وبالتالي تجد الآن يتفننون في محاولة تقوية المناعة، ودخلت فيها حتى عوامل تجارية، يعني الآن البعض بيتاجر والشيء الفلاني يقوي المناعة، ده يذكر فيتامين سي وده يذكر فيتامين دي دال وده يذكر الأكلات المعينة وده يذكر دواء معين، وكل من ايه يعني والجميع بدعوة تقوية المناعة، مما يدل على ان في مقاومة هذا الفيروس اللي بيهدد العالم، ويعني الكل الان يتابع احواله، المناعة هي الركن الركين بعد عون الله سبحانه وتعالى في مقاومة هذا المرض، لا المضادات الحيوية ولا الأنتيبيوتكس ولا الفيتامينز ولا غيرها، تقريبا تقوم بإيه؟ تقوم بدور مقاومة الفيروس، فيروس كورونا.
وبالتالي العناية الآن من ضمن الاهتمام بأحوال الإنسان أصبح في دراسة لتلك الأحوال، وهيئات تقوم بأبحاث ودراسة على أحوال الناس وتأثر نومهم وأحلامهم، حتى أصبح يعني من ضمن اللطائف عند بعض الغربيين عملوا موقعا سموه أي دريم أوف كوفيد 19 اللي هو تسمية كورونا. فهو الموقع اسمه أنا أحلم بكورونا، أحلم بكورونا، ويجمع أحلام الناس على مستوى العالم فيما يتعلق بموضوع كورونا والكوابيس وغيرها، ويعرضها وبتتعمل عليها دراسات مختلفة. وبدأ يعني في مثلا العالمة باريت أو فلان أو علان في هيئة النوم القومية الأمريكية أو في معامل النوم أو غيرها، أبحاث تقام الآن على نوم الناس وأحلام الناس وأحوالهم في تعاملهم مع هذا الفيروس، لأن هذا الفيروس غير أسلوب حياة الناس بإبقائهم في الحجر الصحي، سواء بالنسبة للحجر اللي حصل على مستوى الدول من منع الناس من الخروج والتعامل والاستيقاظ للعمل، والأطفال أو شباب المدارس توقفت المدارس، وبالتالي حصل تغيير في أنظمة الناس الاجتماعية وفي معيشتهم وحياتهم، وأثر هذا على نومهم وأحلامهم. وأيضا الخوف والجزع والقلق والأشياء دي كلها يعني صنعت كوابيس للناس فيما يتعلق بهذا الفيروس، فأصبح يرى كابوس يتعلق بالمخاوف والقلق، لأن الناس انتابها القلق على أنفسها وأحبابهم، وبخاصة مع ضعف الإيمان. هنا يعني يأتي التوكل على الله سبحانه وتعالى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيقوي القلب ويجعل الإنسان يأخذ بالأسباب، عقلها وتوكل يأخذ بالأسباب ويترك أمره وهمه بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى. لكن كما نعرف أن أجزاء من العالم ليست مسلمة، وهناك ملاحدة، وحتى المسلمون عندهم تزعزع وضعف في جوانب الإيمان بسبب بعدهم عن الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يصلي، بعض الناس لا يصوم، بعض الناس ليس عنده تقوى، بعض الناس لا يقرأ في كتاب الله عز وجل. كل هذه أضعفت قلوب الناس وأضعفت تعلقها برب الناس سبحانه وتعالى، وبالتالي أصبحت تلك الأسباب تأخذ بمجامع القلوب وتهزها هزة. ولذلك هذه الحلقات الاستثنائية نحن نريد أن نوضح للناس بعض الحقائق التي تتعلق بالعلاقة بين كورونا وبين والنوم وبين كورونا والأحلام. وبعض الناس كما قلت سيستغربون، كأنه يعني أنت تأتي بشيء من المشرق والمغرب. لا، تأثر كل شيء في حياة الناس بكورونا، غيرت. ولذلك بعض الكتاب، وهي كلمة حق، إن العالم بعد كورونا ليس كالعالم قبل كورونا، كما قالوا في أحداث سبتمبر وغيرها من الأحداث العالمية التي هزت العالم. فمن ضمن الأقوال التي أراها صحيحة إن العالم بعد كورونا ليس هو العالم قبل كورونا. فهذا الفيروس الذي يعني قدره الله عز وجل ابتلاء واختبارا وامتحانا وغيرها مما سيأتي، قدره الله سبحانه وتعالى، هز العالم وهز ثقة الناس بالأنظمة الصحية الموجودة على مختلف الدول، حتى الأنظمة التي كان يضرب بها المثل في القوة والإتقان والعلمية ظهر اهتراء وضعف كثير منها. النظام الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية، النظام الصحي في أوروبا، فأصبح الناس الآن كأن المواطن كان يعول على الأسباب وعلى العلم والدعاية اللي كانت موجودة في دولته من وجود نظام وتأمين صحي وتقدم علمي مبهر، فكان كأنه توكل على
تلك اللي تلك الأنظمة. فأراد الله عز وجل أن يبين للناس أن يتوكلوا عليه سبحانه وتعالى مع الأخذ بتلك الأسباب، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه في النهاية يعجز أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فنحن يعني لا نريد أن نطيل، لكن كما قلنا دي بداية نوع من الحلقات إن شاء الله تعالى لبيان تأثر نوم الناس وأحواله وإيش علاقته، العلاقة بين تأثير كورونا في النوم وتأثير النوم في كورونا، وتأثير كورونا على الأحلام وتأثير الأحلام أيضا في كورونا، لأنه الباحث يريد أن ينفع الناس وأن يرفع وعي الناس بالمشاكل المحيطة به، حتى يعني الغاية تكون هي السعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. من هنا جاءت فكرة تلك الحلقات، وإن كنا نحن كنا في سلسلة أخرى أو شيء، لكن أردنا أن نبدأ تلك الحلقات الاستثنائية بمناسبة هذا الموضوع، حتى نطرح الأشياء التي استفدناها في تلك القضايا ونفيد بها إخواننا المشاهدين في تلك القناة المباركة إن شاء الله تعالى. فسنكمل إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة تلك العلاقة المعقدة بين كورونا والنوم والأحلام، ونأتي بكلام المتخصصين والهيئات العلمية ومعامل النوم ومعامل الأحلام، وكيف تأثر الناس وكيف تغير نظامهم سواء في أنظمة النوم أو غيرها بسبب تغير الأحوال الاجتماعية والأحوال النفسية، سيأتي إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.